طابت أوقاتكم البداية مع العناوين. ميقاتي يواصل لقاءاته في غلاسكو لحل الأزمة. وفد أوروبي في بعبدة لدور فعال أكثر للحكومة. ورحيل صاحب قدك المياس وأشهر القدود الحلبية صباح فخري. الثانية وربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb ومن خلال فيسبوك وتويتر. البداية من اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا. وشارك في الاجتماع وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى. وخلال الاجتماع جدد بلينكين دعم استمرار جهود الحكومة في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وصولا إلى تنظيم الانتخابات النيابية. إشارة إلى أن ميقاتي سيلقي كلمة لبنان في المؤتمر قرابة 17:00 بتوقيت بيروت. أكد وزير الإعلام جورج إرديحي أنه ليس متمسكا لا بمنصب ولا بوظيفة، قائلا: أنا بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قمة غلاسكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة. وفي حديث لصحيفة الديار اللبنانية أكد إرديحي أنه يدرك تماما ويشعر بمعاناة اللبنانيين في الخارج وخوفهم من أي إجراء قد يطالهم، لكن المسألة تحولت إلى مسألة كرامة وطنية. وأضاف: لست متمسكا لا بمنصب ولا بوظيفة، لكن المسألة تعدت ذلك إلى الكرامات. وعن كل الاتهامات التي طالته كون لحم كتافه من الخليج، علق وزير الإعلام اللبناني بالقول: عملت بعرق جبيني ونجاحي كان بسبب عملي وتعبي. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وفدا من لجنة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي برئاسة عضو البرلمان السيدة إيزابيل سانتوس، وعرض معهم الأوضاع الراهنة في البلاد والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية وملف التدقيق المالي الجنائي. وأكدت سانتوس بعد اللقاء أن البحث تطرق إلى العديد من المسائل أبرزها الأزمة الاقتصادية وتداعياتها. نحن هنا في لبنان نتطلع أكثر على الأزمة الاقتصادية بنواحيها كافة، ونحن أيضا هنا للبحث في الاستعدادات لعقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا الأمر ملح، ونحن نتطلع إلى عمل الحكومة لكي تتمكن من العمل أكثر وتكون فعالة أكثر وأن ننجز الإصلاحات التي يحتاج إليها هذا البلد. كذلك يهمنا أيضا الاطلاع أكثر على مسألة محاربة الفساد وعلى مسألة الانتخابات والتحقيق بانفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى مسائل أخرى سنتطرق إليها في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون واللبنانية الأولى السيدة نادية الشامي عون الشابة اللبنانية سارة من آرا على تعيين الرئيس الأمريكي لها مستشارة خاصة للولايات المتحدة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الدولية. واعتبرا أن هذا التعيين يشكل مصدر فخر واعتزاز لأهلها وأصدقائها وللشعب اللبناني بأسره، لأنه يعكس صلابة إرادتها التي دفعتها لتكون ناشطة لبنانية وعالمية في مجال حقوق ذوي الحاجات الخاصة ومناضلة من أجل دمجهم في المجتمع، إضافة إلى الثقة التي حظيت بها لدى أعلى السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية.
أشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن إلى أن شركتي الاتصالات ألفا وتاتش يمكنهما شراء دولار، ولكن وفق أي سعر صرف. إدارة ألفا طلبت من مصرف لبنان شراء دولار على منصة صيرفة ولكنه رفض. وعقب اجتماع للجنة أكد الحاج حسن أننا طلبنا من وزير الاتصالات الذي سيعقد اجتماعا غدا مع ديوان المحاسبة بالإضافة إلى ألفا وتاتش وأوجيرو رؤية ما إذا كان هناك إمكانية لشراء شركات الاتصالات دولارا من السوق السوداء، وإذا كان القانون يسمح لهم بذلك سيشتروا، أما إذا لم يكن يسمح فلن يخالفوا القانون. إيه في احتمال إذا في لحظة من اللحظات ما لقوا دولار ما حدا باعهم، وأكيد ما حيروحوا للخيار الثاني، احتمال تنقطع الاتصالات بلبنان. وهذا الشيء كان حيصير نهار الجمعة لولا أنه الجيش اللبناني قدم لأوجيرو مزوط لحتى يقطع هالكم يوم. شو هو الخيار الثاني اللي ما نو قانوني؟ حقلكم شو هو، ناقشناه. أنه أكيد بأوجيرو ما بيمشي. بتاتشو ألفا يروحوا يشتروا من السوق مزوط بالليرة اللبنانية من الموردين. لكن المورد شو حيقلهم؟ بدي يشتري دولار. هو بيقرر سعر الدولار وهو بيقرر سعر المزوط، وبالتالي ممكن يشتروا بالحد الأدنى ب10% زيادة عن سعر السوق الفعلي. يعني ال5 مليون دولار بيصيروا 5,500,000 دولار بالشهر. بالتالي الحل الأنسب والوحيد، وهذا مضمون الاتصال اللي أجريته أنا مع مصرف لبنان أثناء الجلسة، هو أنه مصرف لبنان يأمن 5 مليون دولار بالشهر لقطاع الاتصالات ولو على السعر العالي. على صعيد آخر، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن وزير الشؤون الاجتماعية وعد أن تنتهي آلية العمل بالبطاقة التمويلية في 8 تشرين الثاني الحالي. بيقول أنه هو ب 8 تشرين هذا هلأ، يعني بعد 7 أيام حسب ما وعدنا، أنه هو جاهز، المنصة عنده جاهزة، جاهز أنه بالنسبة للمنصة وبالنسبة للآلية والمعايير هو بيكون خلص قال شغله. وبيقول انه التمويل، بالنسبة للتمويل انتم بتعرفوا التمويل اقر انه مفروض من الموازنة بال 2021، بس طبعا بتعرفوا هلأ الاوضاع الاقتصادية قديش تغيرت من يومها لهلأ، عم ينحكى مع المؤسسات الدولية. رأى تجمع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان أن تسعيرة الكيلووات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه في نهاية كل شهر هي سياسية بامتياز وظالمة ومجحفة، لا تراعي الأكلاف والمصاريف حتى في ظل ارتفاع الأخطار، خصوصا على تغذية تفوق 20 ساعة في اليوم. وأكد في بيان أن الواقع الحالي أدى إلى تفاقم وتأزيم الوضع المادي لأصحاب المولدات الخاصة ليلامس حد الإفلاس وعدم القدرة على الاستمرارية، ورأى أن الوزارة هي التي تخالف مبدأ التسعير لغاية ما، وطالب التجمع من أصحاب المولدات الالتزام بما يصدر عن التجمع بخصوص التسعيرة، وكما طلب من المشتركين التعاون حفاظا على الاستمرارية لإبقاء البيوت مضاءة. دقت اتحادات وبلديات محافظة جبيل أو جبل لبنان ناقوس الخطر، مطالبة بإيجاد موارد مالية جديدة لأجل تغطية النفقات المترتبة على البلديات. وأعلن المجتمعون في مؤتمر صحفي عقد في مبنى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أنهم يطالبون بالحد الأدنى من أجل الاستمرار. نحن عم نتوجه لكل المعنيين بالدولة اللبنانية وكل إدارات ومؤسسات الدولة والوزارات لنقول أنه اليوم البلديات هي اللي عم بتغطي كل العجز تبع الدولة. اليوم البلديات هي الموجودة بالمباشر مع المواطن، عم بتقدم كل الخدمات الممكنة بعد ما قفلت أبوابها، بعدها فاتحة 24/24، ما عم بيجوا موظفين دوام ايه ودوام لا ونهار ايه ونهار لا، عم تسد عجز عن كل الوزارات المعنية. عم نقول لهم نحن قلنا حقوق وهيدي الحقوق بدنا إياها، لأنه حتى نقدر نستمر موظفيننا يقدروا يستمروا بفرق غلاء معيشي وغيره، نحن اليوم بدنا إيرادات إضافية لحتى نقدر نستمر، عم نطالب بهيدي الإيرادات اللي هي حق لنا لحتى نكمل
خدمة الناس ونكمل واجبنا مع الناس. يمكن بقدر جاوب عن بلديات الضاحية الجنوبية، وما بعرف إذا الآخرين بيتبنوا بلديات الأخرى لأنه هني ما تناقشنا بهذا الموضوع، ولكن أزمة النفايات أزمة قادمة وما في مجال لحلها إلا باستكمال منظومة النفايات. وقت أحكي بمنظومة، في معمل تسبيغ موجود بالكوستا برافا لازم يستكمل، في 3 خطوط جديدة ركبت بالعمروسية ومشكورة بلدية الشويفات الموجودة اليوم معنا اللي عم تتحمل كل هيدي الأعباء، في منظومة لازم تستكمل. ولكن المطامر عمر الافتراضي بلش ينتهي، ولازم نفتش عن مطامر بديلة، ولكن ما تكون مطامر بتطمر كل شيء. نعمل فرز جدي، نعمل معالجة للمواد العضوية بشكل جدي، ونطمر فقط العوادم وفقط العوادم. فاصل ونتابع هذه النشرة. إلى الأخبار الإقليمية والدولية. أكد رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك أنه لن يكون طرفاً في أي ترتيبات وفقاً للقرارات الإنقلابية للجيش في السودان. وأفاد المكتب في بيان بأنه التقى مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، حيث شدد على أنه لن يكون طرفاً في أي ترتيبات وفقاً للقرارات الإنقلابية الصادرة بتاريخ 25 تشرين الأول، وأشار إلى ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 تشرين الأول، مؤكدا شرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، كما اعتبر أن إطلاق سراحه ومزاولة مجلس الوزراء لأعماله هو المدخل لحل الأزمة. أعلنت لندن أن باريس أفرجت عن سفينة الصيد البريطانية التي كانت تحتجزها منذ الأسبوع الماضي في ميناء غرب فرنسا، ورحب وزير البيئة البريطاني برغبة باريس في تهدئة الأمور في النزاع القائم بخصوص موضوع الصيد بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومته أرجأت تطبيق عقوبات على بريطانيا في النزاع على تصاريح صيد الأسماك حتى نهاية يوم الثلاثاء، بينما يناقش الجانبان مقترحات جديدة لتسوية الخلافات. في الخبر الأخير، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يأخذ قسطا من النوم أثناء قمة غلاسكو للمناخ، وظهر بايدن وكأنه يقاوم النعاس إلى أن غلبه للحظات فأطبق عينيه، إلا أن كاميرات الصحافة كانت بالمرصاد فالتقطت تلك اللحظات المحرجة التي انتشرت بشكل واسع. وبرر المدافعون عن بايدن ذلك بأنه أرهق بسبب جدول أعماله الضاغط، فيما وجه آخرون انتقادات واسعة له. مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك، وتويتر. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.